إنه لمن دواعي الفخر حقيقة أن مؤسسات مالية تراهن على الثقافة، كما بهاش بنك معنا السنة وعم ناول في مهرجان قرطاج الدولي. هذا يجعل أنه الفاعلين الاقتصاديين والماليين يراهنوا على الثقافة، وهو شيء هام حقيقة في هذه الفترة التي يمر بها العالم، وافتقار إلى الثقافة والعقل والتنوير. ولذلك المهرجانات هذه ما تنجم تعيش ونشوفوها عايشة في بلدان أخرى متقدمة برشا إلا بدعم من هذه المؤسسات الاقتصادية، وهذا يجعل أنه هذه الشراكة بين هذه المؤسسات والمؤسسات الثقافية للدولة والمؤسسات الثقافية الخاصة أيضا، هذا دفع للثقافة، وهذا هو المرجو. وإحنا قد ما نشكر هذه المؤسسات وشوية لأنها كل سنة قاعدين نشوف فيهم يراهنوا على المشهد الثقافي التونسي، وهذا فيه إثراء كبير لهذا المشهد.